والله انه ما يكدر خاطرك ويغثه. غير غلطة من تشوفه من مكانه حول، تحسب انه ما تغير هالعلوم الرثه ولا يغير موقفه حتى الزمن لو طول، واكتشفت انه مثل عود انكلتها العثه لين ولا ما بقى شيء عليها تعول. والمخاوي للدني من الرجال يحثه لين يدنا لو هو اللي بالرفاع مهوى. واحد اللي رافقك مثل التهاب اللثة، واحد اللي رافقك مثل الشفاء من الأول، والنحيف من البشر يمكن يطيحه جثة. المظاهر خادعة لا يخدعك متسوى، الله يقطع الردي اللي رداه يبثه، جعل زوله ما يدوم وشوفته مطوي. وسلامة.